اخيرا يا استاذ يعقوب، موقف في البطوله ما تنساهوش في كاس العالم للانديه. انا موقف لقطه وليد سليمان مع الجمهور، وكانت ايوه وكانت وهو يعني قرر ان يعتزل اللعب في نهايه الموسم، واستاذن كابتن الخطيب قبل ما يعلن على صفحته، استاذن اني انا راح اعتزل اللعب، سمح له كابتن الخطيب، وفي مفاجاه يحضرها رئيس النادي الاهلي للكابتن وليد سليمان. من مبدا وليد سليمان من اللاعبين المميزين، من اللاعبين المخلصين، من اللاعبين الاوفياء لناديهم. يعني النهارده ده انفراد النهارده على الهوا باعتزال الكابتن وليد سليمان، النادي الاهلي بيحضر مفاجاه للكابتن وليد سليمان، صح كده؟ نعم نعم نعم. كابتن وليد سليمان تاريخ كبير وخرج من الباب الكبير يا استاذ يعقوب. طبعا طبعا طبعا، ومواقف هذا الرجل مواقف. وليد سليمان رجل ولاعب لا مواقف طبعا، ويظل وفي لناديه حتى اخر لحظه. فمن اللاعبين المميزين، ونادر انك تشوف لاعب بهالخلق العالي وكابتن كبير مثل وليد سليمان، انه وبناء على الاشياء اللي قدمها للنادي الاهلي. حقيقه حقيقه، احنا بنشكرك يا استاذ يعقوب شكرا جزيلا، وبنشكر كمان كل اشقائنا في دوله الامارات الشقيقه، الاتحاد الاماراتي لكره القدم، مجلس ابو ظبي الرياضي، كل اعضاء اللجنه الاعلاميه في ابو ظبي، بنشكركم شكرا جزيلا يا استاذ يعقوب. الله يسلمك كابتن اسامه، شكرا لك وشكرا على هذه المداخله. شكرا شكرا استاذ يعقوب السعدي الاعلامي الكبير، بنشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه جدا وكان فيها نقاط مهمه جدا. انا بقول لحضراتكم كان لازم نشكر اشقائنا في الامارات على حسن الاستقبال وحفاوه الاستقبال.